تكون بكلك للإسلام، شغلك كله يكون إسلام، صلاتك، صيامك، دراستك، حجك، وبقية العبادات والقضايا الدنيوية، تأكل لله، تشرب لله، تعمل لله. باستطاعة الإنسان أن يكون دائما في حالة العبادة إذا نوى أمره لله. أنت تشتغل صاحب تاكسي، يوم اللي تطلع من البيت تنوي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك أوجبت علي العمل، لازم أطعم عائلتي، فأنا أروح وراء السكان أقعد في سبيل الله، صارت عبادة، تعبد الله بنية خالص. أي عمل تسوي تأكل أيضا تأكل، لأنه لازم تطعم شعبك وهم الخلايا اللي في جسمك وهي بالمليارات، لازم تطعمهم، تأكل، تشرب، تتقوى على طاعة الله وليس على معصية الله. فأن تكون كلك لله، قل الله ثم ذرهم، تكون لله بس تعيش طبيعي. وأعيد أقول، مو معناه أن تكون لله أن تكون تعيش في جبال وفي وديان وفي بعيدة عن المجتمع ومخابئ وما شابه ذلك، غارات، في مغارة تعيش، لا، تعيش مع الناس لكن طيب ومؤمن وصالح ومتقي، وتساعد أهلك وتساعد نفسك وتساعد قومك. أكو عندنا فتشي يقول التوسعة على العيال، إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى عليه مظاهرها. الله مطيك فلوس، ليش تضامن الفلوس متوسع على عيالك؟ وسع على عيالك، عيالك وسع عليهم. أولى الناس بالتوسعة وبالخدمة هم عيالك، أولادك، رحم قريب، أقرب الرحم الأب والأم والأولاد. ولا صدقة وذو رحم محتاج كما يقول الحديث الشريف. فتكون كلك لله بعملك وخدمتك لنفسك ولأهلك وللناس.